مكوادي في البلد يكوي الكوي. ايوه يا استاذ، بس لاحظ انك اذا اشتغلت مكواجي بالطريقه بتاعتك دي، قول عليك يا رحمن يا رحيم، هتاخد النهار بطوله بنطلونين وزديري وكرافته واحده، وانت ما قعدت تلمع في جزمتي ثلاث اربع ساعه. اولا ده مزاج. ثانيا دي جزمتي انا، وانا مسلفها لك لسبب تعرفه جزمتك انت. شوف بقى، اتفرج على اللمعية اللي تزغلي العين الجن. شو اتفرج يا جدع. ده مش منك، دي الجزمة هي اللي اصلها بنت ناس. اه اللبيسة اهي. يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، يا سلام على عواطفك الرقيقة. بس ياك على الله المرة دي مشوارك ما يطلعش فشوش. احسن نعلي جزمتي بقى ارق من عواطفي الرقيقة. بقى شوف اما اقول لك، وحياتك انت والعيش والفول اللي من غير زيت، ها؟ فاكره؟ فاكره قوي. ما انا اللي قابل الا في اي ما هي ولو بخمسه جنيه، وادفع كمان ضريبه الارباح الاستثنائيه كده. يا جدع قول كلام غير ده، ده ابراهيم بيك صاحب ابوك الروح بالروح، لازم هيشوف لك وظيفه نغنجه. يا ترى هيشغلك في ايه؟ طبيب بيطري، مهندس كهربائي، شيخ غفر. امال يعني فكره لصنف الحقوق بيشتغلوا بيها ايه عندنا؟ اي والله صحيح لك حق، علي فرحات جاب الله جاب من اوروبا دبلوم الفنون الجميله. تعرف بسلامته النهارده بيشتغل ايه؟ ايه؟ كاتب في مصلحه الطرق. يحمد ربنا اللي اشتغل. قول لي فتحيه بقى تجيب لي تاكس. ايه؟ تاكس. تاكس؟ اه. انت حضرتك هتشتغل سواق تاكس؟ يا ريت. متخرج الجراج النهارده بيكتب احسن من متخرج الجامعه. اي والله. ايدك بقى على الريال. ايه؟ ريال؟ ريال؟ اه. ريال حتة واحدة؟ لا حتتين. يا سلام يا حلاوتك. طب تعال. يلا يا عم هات. اتفضل. الريال اهو. وانت رايح تركب الاتوبيس. اتعين ترجع في تاكسي. يلا يا حبيبي يلا. مال. يا سلام. الوجاهة دي كلها على ريال؟ روح يا حبيبي روح، ربنا ما يوقعنا الشال في جيبك لا يكفر. يا بنت، ربنا يجعل في رجله القبول. انت بتقول ايه يا مصطفى يا ابني؟ ربنا يجعل في وشه القبول. متشكر قوي يا جدي. وانا يا رؤوف مش عاوزني ادعي لك. انت؟ انا عارف ان قلبك دايما بيدعي. يلا يا ابني يلا، ربنا يسلك طريقك ويهدي لك الاحوال. وترجع لنا راكب تاك ومعاك الريال. يا سلام عليك يا خال. هو دايما كده. رؤوف. افندم يا حبيبتي. انا مش هنام لحد ما تيجي. تنامي؟ ده انا راجع حالا وهنتعشى كلنا سوا. سعيدة يا حبيبتي. سعيد. هي. وهاتي معاك حاجة حلوة. حاضر. والله انا اسف، الوظيفه اللي كنت حاطط لي عيني عليها جاتني فيها وصفه جامده قوي. معلش يا ابني، فرصه ثانيه ان شاء الله. يعني ابقى امر على ساعتك؟ لا لا، ما تتعبش روحك، في اول فرصه انا هبعت لك. وما تاخذنيش مضطر اسيبك عشان عندي معاد. مع السلامه. متشكر يا فندم.
شوية تأخرت ليه؟ طيب يا كابتن. يلا حبيبي. أهلا وسهلا. يلا يا كابتن. اسمع يا أخي. نعم. عيد القمح يا سعادة الملك وكلهم لابسين كده؟ كل اللي يخش لازم يكون لابس كده يا سعادة الملك. طب وإيه رأيك في اللي عاوز يخش؟ يخش ممكن؟ كل حاجة ممكن يا سعادة الملك. اتفضل معانا. يا سلام، شوف يا أخويا الطلحة هتاكل من وشهم حتة إزاي؟ ما تلبسه كده على طول. يا ريت. أنا موافق على كده. آه عشان يوفر لك ثمن النايلون. طيب اتفضلوا بقى تذاكركم أول. اتفضلوا. يا حسن ليه انت كده اوجف من الباب؟ اوجف واريح كمان يا حبيبي. اتفضل 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 اتفضل. مفيش تذاكر مكان. بقى يا عم الغني باشا مش لاقي 15 جنيه يدفعها من ولادته للتذاكر. ايه يا اخويا الداعي الطبيعي ده؟ كل حاجه مجانا بس مجانا. خلاص يا اخي مجانا. ده مرض اجتماعي عندنا يا اكرام. ياما شفنا الغلب في الحفلات اللي بنعملها. اذا ما كانوش المنظمين يتضرعوا بالحجم ده ساعتها كده كنت تبص تلاقي كل الناس دخلوا مجانا وانا اولهم. العفو العفو. انما انا شفتك فين؟ دلوقتي سعادتك هتعرف. تذكره من فضلك يا حضرتك. ترابيزه نمره. الله امين. وعامل في روحك كده ليه؟ شيخ غفر الحمد. حميها حراميها يعني؟ اخرك يا واد اديك للعمده. والله زماني امين. والله انت لو وحشتني يا رؤوف. وازاي؟ لقيت وظيفه ولا لا؟ والله قدامي فرص كتير لكن لسه ما قررتش حاجه. ما تسيبك يا اخي من الوظائف وتشتغل حر زي. ليه بتشتغل في ايه؟ اعمال تجاريه من كل صنف وكل لون. انا مكتبي ايجاره شهري بمهية موظف من الدرجه الرابعه. انما قول ايه اللي جابك هنا في الحفله ودفعت تذكره ب 5 جنيه؟ هي انت وقعت. تعبان عليا قوي. ما تيجي تقعد معانا على ترابيزتنا. يلا. الاستاذ محمد رؤوف المحامي المذيع قليل. شرفنا. اتفضل. تشرب ايه؟ عندنا هنا عيار الفول وخروب وليموناتا وسوبيا كل حاجه الا الخمر. اديني انا يا سيدي تمر هندي. تمر هندي؟ يا رب ما يكونش فيه تمر هندي.
ردت للعمر عمره والامر اللي لامره يا رب احميه احمي وارضك رايتها والنظرة منك تحييها احمي وارضك رايتها والنظرة منك تحييها من شهد كنت بتغويها والخير قلت مواعيده يا رب تبارك سلام على جمال الهدوء. لكن هنرجع للحفلة منين؟ في مستعجلة ليه؟ يظهر حضرتك ميالة للحفلات الزحمة دي. طبعا. أنا لا. أمال جيت ليه؟ غصبا عني. مين غصبك؟ أنت. أنا؟ أيوة باين عليهم وقعوا. أنت فاكر أنا اللي قلت لهم؟ قلت لي أنا. قلت لك تيجي تركب جنبي وتغني. مش بس كده، قلت لي ادخل الحفلة معايا، نسيت كل شيء ودخلت، قلت لي غني، نسيت ان عمري ما غنيت الا لروحي وغنيت، وجوه الناس، الانوار، العطور، تلاشت، ضاعت، ما فضلش قدامي الا وش واحد، ونور واحد، وعطر واحد. اسمح لي اعتذر، ده غزل. والله اذا سميت الاعجاب البريء ده غزل انا ما عنديش مانع. واذا كان انا عندي مانع؟ اسكت، انما غصب عني. طب يلا عشان عاوز اغير هدومي. برضه غصب عني. اتفضلي يا فندم. وانت؟ انا خليني هنا شويه اتمتع بالخيال ما دام ما طلتش اتمتع بالحقيقه. مش هي بتاعت البيت يا ناس، مين البيت اللي غنى دلوقتي؟ انا بدور عليه مصروف، مش لاقيه، محدش فيكم يعرفه. انا هعرف سعادتك عليه حالا دلوقتي يا اشرار. كان كويس قوي. انت كنت غصبان فين؟ تعالى بس. لك 10 دقايق مبسوطه بقى. يا اكسلانس، اقدم لك محمد بيه رؤوف المهندس الشهير. اهلا وسهلا. انت بتقول ايه؟ استكتر على روحك شهير يا اخي. اهلا وسهلا. بقى يا راجل تطربنا الطرف ده كله، ما تدينيش فرصه اني اشكرك. هنيك يا حسن بيه، المفاجاه طريفه دي. والله انا ما ليا فضل بالمره يا سيدي. ازاي تقول للراجل اني مهندس؟ انت ما تعرفش اني محامي؟ اصله ما يكرهش حاجه في الدنيا قد المحامين. انت خايف عليك حاجه يا فضل كله يا سيدي للبيه. هو اسمه ايه يا بيه؟ محمد رؤوف المهندس الشهير يا اكرام. اهلا وسهلا. وكمان مهندس.
انا ما بحبش حاجه في الدنيا قد المهندسين. مهندس ايه بقى يا سيدي؟ مهندس ميكانيكي يا اكسلانس. لا ده احنا بقينا حبايب كبار قوي 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 قوي. احنا دلوقتي نشرب كوبايتين سوبيا مع بعض. معالي الوزير عايزكم. روف بيه دقيقه واحده انا جاي لك حالا. حاضر يا فندم. انت خلاص. حاضر. ظريف جدا البيت ده. انت ما عرفتنيش بيه ليه؟ يا نهار زي بعضه. حد ما يعرفش حسن بيه ابو الذهب؟ لا يا سيدي هو ده حسن بيه ابو الذهب. يا سلام في منتهى الرقه والظبط. حسن بيه ابو الذهب مبسوط منه خالص. امين مين الهانم دي؟ اسمها ايه؟ يعني لسه ما عرفتش اسمها لحد دلوقتي يا حضره المهندس؟ انا ما عرفتش الا انها اجمل واظرف وارق شخصيه عرفتها في حياتي. اسمها ايه والنبي؟ يسريه. اسم حلو. تتجوزها؟ الله انت بتسمعني؟ انا بقول لك تتجوزها. والنبي يا امين سيب لي بلاش سريع. طب واللي جوزها لك تديله كام؟ لا كويسه. انا مش بنكد. تديله 10,000 جنيه؟ لا. لا ازاي؟ والله ما ادفع اقل من 50,000. لا يا سيدي انا راضي ب 10. وليه القناعه دي؟ تدفع. ادفع. بس مع ايقاف التنفيذ. ايه؟ ايه؟ الشيك يعني؟ ادفعوا لامر امين. لا 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 يا شيخ. لا 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 اكتب وانبسط. اكتب بالسلك. اكتب بالالوان حتى. امضي. امضي ايه يا شيخ؟ امضي هنا انا ما بهزرش. يعني انا اللي بهزر؟ خد. اتفضل. تعرف انه كان عظيم في الحفله؟ يا سلام انا ما كنتش عارف ان عندك صوت عظيم بالشكل ده. والله العظيم حاجه هايله تماما. الو اسمعوا اقفلوا الابواب وزكوها. مطلوع الالات الزراعيه الحديثه يا ترى؟ عاوزين نشتري الات حديثه لجمعيات التعاون عشان المزارع الصغير يستعملها بأجر بسيط، وعاوزين شوية تبرعات منكم، إيه رأيكم بقى؟ ايوه دفع 10 جنيه يا اكسلانس. 10 جنيه. تعالى بقى تعالى بقى انا هشربك 4 خدت كده ليه؟ خبيتنا. الله 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 انت عامل بروحك كده ليه؟ آه لو كنت معي. لو كنت معاك ما كانوش قلعوك بدلتك ولبسوك اللي انت فيه ده.
جزمتي. آه لو كنت معي. انت وديت اتلحقت ولا ايه؟ هو انت العفريت اللي عليك اسمه لو كنت معي؟ آه لو كنت معي. لا لازم بقى ابراهيم في عينك خولي في العلبة. خولي في الجنة. الجنة ما يدخلهاش أمثالي. يسرية. يسرية؟ لازم ضيعت الريال كله. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. انا اللي طول عمري ما حبيت. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. ازاي انا ما اعرفش. ما اعرفش. اني بقيت شايف عيون خدوني بالنارين. دول مش عيون دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العين. الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها. ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري. وقسم الفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري. وقلت بالفرح يا ريتني حبيت من بدري. وانا اللي طول عمري ما حبيت. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. ازاي انا ما اعرفش. عمرك شفتش غنوة ماشية تحكي نغمها شمال ويمين. اهو ده عودة اهو ده عودة. عمرك شفتش جنة وعيشة جوار مش نايمين صحيين. اهدي عيونها اهدي عيونها. والقلب حس برئتها من خطوتها. من قبل عيني ما تشوفها روحي شفتها. والقلب حس برئتها من خطوتها. وين
في الثاوي النسمة راحت سبقتنا وجت وصفتها علشان كده قبل ما اشوفها قبل ما اشوفها انا حبيتها طول عمري ما حبيت حبيت لكن ازاي ما عرفش حبيت لكن ازاي ما عرفش ازاي انا ما عرفش اه ما عرفش انا اللي طول عمري ما حبيت الله انت هتنام تاني ولا ايه؟ يا شيخ قوم قوم صحصح كده قوم ايه ما نامش ليه؟ الله انا اللي طول عمري ما حبيتش انا اللي طول عمري ما حبيتش يوم الاثنين 20 مايو عمري ما حنسى يوم الاثنين مين بيه؟ اهلا وسهلا شقة غريبة ازيك يا ابو درش؟ امال فين رؤوف؟ رؤوف؟ والله مكسوف اقول لك انه لسه نايم لا دي مش عادته ده معتاد انه يصحى من نجمة انما امبارح كان عنده شغل مهم جدا سهره طول الليل شغل ايه بقى؟ قضية مهمة خالص يا سلام ما... كان بيتنفع فيها ايوه بالليل لا قصدي انه كان بيحضر فيها وبيكتب مذكراته طب ايه رايك ان انا جاي اقول له ان احنا كتبناها هي ايه القضيه انهي قضيه يلا بينا يلا بينا صحيح تعال انت اقعد اشرب فنجان قهوه وانا اللي اروح قهوه مين القضيه اهم استنى شوف ايه دي القضيه اللي كان بيترافع فيها طول الليل انت كنت حاضر الجلسه وكنت بترافع عنك وكتبناها يلا بينا صحيح طيب اتفضل انا اللي طول عمري ما حبيتش انا اللي طول عمري ما حبيتش اتفضل شكرا يا اما انا قايل لك معلش اصححه لك حالا رؤوف رؤوف يسريه يسريه ايه الكافه ده يا شيخ؟ انا الساعة 8 الصبح كنت باخد الدش بتاعي. ايه ده؟ وريني بتدفع فيها كام؟ وريني بتدفع فيها كام؟ هاتك وريني. اتريها سحرتك؟ حد يشوف السحر ولا ينسحرش؟ انا شايفه قدامي اهو. وهتشرب معايا الشاي الساعة 6. تتكلم جد؟ فين؟ في بيته. بذمتك؟ انا مش مصدق ومع ابوه كمان له اب بيشتغل ايه بيشتغل ايه حسن بيه ابو الذهب بيشتغل ايه حسن بيه صاحب مصانع الغزل والنفط اللي عندنا في شبرا هنا انت غريب ابوها حسن بيه ابو الذهب ليه انت ما كنتش عارف امال تعهدت انك تدفع 10000 جنيه لما تتجوزها ازاي 10000 جنيه طب قوم ها قوم 10000 جنيه لا 10000 جنيه حضرتك مستكتر 10000 جنيه على بنت حيرة ابوها وفي حاجه تانيه تستاهل الافات ايه هي مالكش حما انا ما كنتش اعرف ان ابوها ابو الدهب واذا ما كانش ابو الدهب كنت هقبض ال 10000 دول صفيح بقى وعمرك ما انت قبضت ليه بقى هو ابو الدهب اتجنن لما يدي بنت الواحد زي حلافي هتلاقي الافات بيجري وراه امال انا صنعت ايه اذا ما كنتش اطيرهم لك هو انا عبيط انا عارف مين اللي بيجري وراه مدحت فاضل ومحمود عاصم والدكتور ادهم ابن ادهم باشا وده اخطرهم لان فعلا في كلام في الموضوع حضرتك نايم هنا للظهر وانا لحد دلوقتي ما دقتش طعم النوم قابلت ابوه كلمته جننته هوسته خليته يعتقد ان محمد رؤوف ده ايه يعني عملت بلت على الراجل علشان تجبره يجوز بنته لواحد مش قدها مش قدها ليه مساله عواطف انا ضميري ما كانش يسمح لي اتداخل ابدا اذا ما كنتش متاكد انها بتحبه قد ما بيحبها ايش عرفت ايش عرفني ده انت لو كنت شفتها
ساعة ما بقول لأبوها إنك جاي الساعة 6 ما كنتش تقول لي شعرها. بقى يا أنت متصور إنك برضه هتقدر تتجوزها؟ ما يتجوزهاش ليه يا أخي؟ ده ليصنص حقوق. ما قلناش حاجة، ليصنص حقوق لكن ما بيشتغلش، هيصرف عليها منين؟ يصرف عليها منين؟ دي تصرف على بلد. عال حلو، تتجوزه بقى وتصرف عليه، ولما يجي مزاجها تبقى تبعت له ورقته. طب والنبي تزق عجلك انت بقى، خلينا نشوف شغلنا، ما تبقاش تقري. امين معاك 100 جنيه؟ طبعا. اتفضل خد كمان 100. خد هتعمل بيهم ايه؟ هو اللي يروح يقابل يسريه بنت حسن بيه ابو الذهب يروح لها كحيان كده؟ اكيد ليه كام كرافته وكام قميص حرير وجزمه ومنطلون رمادي وفانيلا. برافو عليك، المظاهر هي كل شيء في الدنيا. هي الساعة كام دلوقتي؟ 11:30. أوامك قبل المحلات ما تقفل. محلات تقفل؟ قال المحلات تقفل قال. طب ما تقفل. أنت مستعجل على إيه يعني؟ هي الدنيا طارت؟ هي قضية جامدة أوي. عايزة تحضير وتحديد يوم المرافعة وتقديم المستندات والمذكرات. اخفت عليكم انك ما تخافوش من ربنا. اسمع مصطفى ما تزعلش، انا هجيب لك كرافته معايا. كرافته؟ الكرافته دي تلبسوها انتوا يا نشالين يا نصابين يا غدر. اتاريكوا طبختوها على الراجل وكمان مديله ورقه علشان تدفع له؟ ما تزعلش كده. تقدر تقول لي ما تزعلش كده. واحد مستعدني على ايدي اكون مكتب ويجوز لي اجمل ورقه مكتوبه في الوجود. ما تزعلش ليه؟ استعمل يا حبيبي استعمل. حط ايدك في جيبك. الحياه عايزه كده. انا حكيت عشان اوريك لو قلت لك جزمتك ما تنساهاش. عاوزني اطلب الخير اللي نزل عليا من السما. فرفش فرفش فرفش. دي كانت في الهنا ليله امبارح عمري ما هنساهم لك. المناظر جميله قوي هنا يا راؤوف. مش دي مقالي حسن بيها ابو الدهب؟ امال ده الشغل. رجعت امبارح متأخر قوي. والله عطلوني شوية. طمني، عمل معاك ايه ابراهيم ليه؟ ان شاء الله في أول فرصة زي العادة. معلش، ما تزعلش. ربنا يفرجها برضه. أنت بتلبس ولا إيه؟ أيوه رايح مشوار مهم قوي، حاب أحكي لك. الله، طب وأكثر؟ الأنسة سعاد بنت عمي أمين بيه صديقي من أيام التمام. تشرفنا يا هاني. تشرفنا. سعيدة يا سوسي والنبي تدعي لي. أنا هجيب لك عربية فخمة تروح بيها. تروحنا شفتي بقى؟ إزاي؟ طب بس العملية. هتعملي له إيه؟ أنا البنت اللي بقول لها البتاع. معلش. الله! تفرق فرعون. في الجورنال. وجنبي واحدة ست. أما قرأت الأنيسة يسرية هانم أبو الذهب ملكة الأمن على وجهها الذهبي وبجانبها الشاب الذي أدهش الحاضرين ببرأة فتحي. لازم حلو قوي اللي اختاروها ملكة القمح دي. أمر يا أبو. ورؤوف مرسوم فين؟ جنبها خالص. وهما الاثنين بس مرسومين؟ حواليهم بنات تانيين وهو وهي لابسين فلاحين. يا قبلة والنبي شكلهم حلو قوي. لما اروح اوريها لجد. لما اروح اوريها لجد. محتار يا قلبي وخايف كده ليه قدامك في جنة ونار من عارف مكتوب لك ايه. يا اللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة. يا اللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة. في هواك من غير ما اقول لك
جنيه بتوعك اهو يا عم. ما كمل اول. بنهزر يا اخي. ما نهزرش. انت ابن حلال اوي. انت اللي ضريب يا امين بيه. حاجة بسيطة جدا يا هانم. بعد نص ساعة هخرج كمان. انا مش فاضية دلوقتي. طب تسمحي جلال انك تبعتيها بكرة؟ اشوف. سعيدة يا امين. سعيدة. كويسة العربية دي مش بيصلح فيه. اه عشان تخرب عربيتي كل يوم والتاني. ما قلتليش رايك فيه ايه بقى؟ مين؟ رؤوف؟ شخص عادي جدا. بقى ما فيهوش اي ميزه لفتت نظر. انا خيره كبير. لكن عن الحل. وما تنسيش كمان انه مهندس كبير. كبير دي جبتيها منين؟ اه مهندس وخلاص. أكد لكم إني ما سمعتش ولا كلمة من اللي قلتوه ده. أنت ركبت معانا إزاي؟ كان واجب عليا أركب، أنا لاحظت إن الموتور بتاعكم تعبان شوية. بهيجة بهيجة. هي زعلت من إيه؟ أصلها عصبية شوية. الحمد لله. على إيه؟ إنها عصبية. وتحب تروح فين بقى دلوقتي حضرتك؟ مفيش حتة نروح فيها ما نرجعش.
قول لي بقى انت ركبت معايا ليه؟ عشان اقول لك حاجه مستعجله. قول. شايف حد يسمعنا؟ طب قولها لي في ودني. الناس الناس اضحكي وغني وافرحي معايا فرحة الدنيا وانتي ويايا وانتي ويايا. الدنيا دي حكت ليا. قولي فرحني احكيلي بس اوعى تخبي عليا لاحسن ده انا قلبي دليلي. اخبار جميلة حقولها لك مستني ليه حاجة ما تخطرش في بالك. طب حذري ايه؟ لا قولي انت وحياة عينيك يا غلط فكري حرام عليك. من كده طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. اخترت القلب اللي حياتي حتعيش في نور وتظل. واخترت شريك اللي اهاتي كانت تملي بتتقلو كانت تملي بتتقلو. وحياتي قول من هي يسرية. مين؟ يسرية. مبروك. عقبالك عقبال ما بكرة هقولها لك. اضحكي وافرحي وغني وتهني. Please.
ومؤاخذه. ايه؟ ومؤاخذه. يا جدع انت اتجننت؟ هو مين فينا اللي هيوقف للتاني؟ بقول لك ومؤاخذه. ما اشوف اخرتها. ها؟ كح. دي كح. ها؟ اتمشى قدامي كده شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سلام. اتمشى بس. كمان كمان. حاضر. كمان. كويس. ايه مالها اخرى؟ لا مفيش حاجه. اسمع. انت قعدت في المهندس خانه لسنه كام؟ في سنه ثالثه. يعني تفهم في العدد والمكانات؟ لا افهم في القانون بتاع حضرتك. يعني لو انسالت عن مساله ميكانيكيه صعب شويه تقدر تجاوب؟ اجاوب قوي. يعني لو كان قدامك مكنه فيها حاجه ناقصه تعرف ايه اللي ناقص فيها بالظبط؟ يا جدع انت انا كنت برنج المهندس خانه بحالها غيرش الزمن اللي ما خلانيش اكمل. يعني اقدر اقول انك مهندس ميكانيكي كويس؟ تقدرش تقول لي انت عاوز ايه كده؟ نعم. عايز اخدك افرجك على مصانع حسن بيه ابو الدهب. ايه؟ نصبة جديدة؟ اوعى. لا يا عبيد ابدا، مجرد زيارة. زيارة بريئة؟ جدا. بريئة؟ والله العظيم جدا. اتفقنا؟ اذا كانت بريئة جدا زي ما بتقول يبقى مفيش مانع. اذا بكرة الساعة 4. بس يا بنت رايحين على فين؟ رايحين نزور فابريقة حسن بيها ابو الذهب اللي جنبنا دي. الله، ايه المناسبه؟ اصل اسم مصطفى هفت عليه الهندسه فشقل الاسطوانات والمداخل والعجل. الله، ده مين جه؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 ابن حلال. ده انا كنت واخد حضرة الباشمهندس افرجه على مصانع حسن بيه ابو الدهب. تسمح توصلنا؟ انا والعربيه تحت امركم. اتفضل. اتفضل بس. اتفضل. عربيه كانت لينا من السما. سعيدة يا سوسو. سعيدة كلكم. فتحية، حسن بيه ابو الدهب ده مش ابو البنت اللي كانت مرسومة في الجورنال جنب رؤوف؟ ايوه هي. من يوم 5 الجاي ولمدة شهر من هذا التاريخ تزاد ساعات العمل ساعتين يوميا بدون أجور، وكذلك ابتداء من هذا التاريخ إذا زادت نسبة العادم من الخامات عن 5% يخصم من أجور العمال بنسبة هذه الزيادة. المنشور ده يتوزع على جميع الأقسام حالا، ولازم العمال كلهم يفهموا إن ده نتيجة تهاونهم، ده مال ناس وإحنا مسؤولين عنه. أنا أعتقد يا حضرة المدير إن العمال مالهمش ذنب أبدا. إزاي يا أفندي مالهمش ذنب؟ العالم يزيد الى 3 أضعاف والانتاج يخش الى النص وتقول لي مالهمش ذنب؟ ده كلام ايه ده؟ ضعف الانتاج ناشئ من تعطيل المكنات كل يوم والتاني. حضرتك رئيس قسم ما تتكلمش في حاجه ما تفهمهاش. يا حضره المهندس انا اللي افهمه ان المكنه وقفت قدامي والعامل بتاعها وقف جنبها مكتف، ذنبنا ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ المكنات قديمه عرض تغيير ولا فيش قطع. حضرتك قلت الكلام ده لحضره المدير وما جابلكش قطع؟ بس انا مش عاوز مناقشه. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك ان من بكره العنبر نمره 2 مش شغال. ليه يا سيدي؟ المكنات بتشتغل ليها 15 يوم دلوقتي بدون انقطاع. مفيش حاجة اسمها بطالة. يلا اتفضلوا. حاضر، بس أنا مش مسؤول بعد كده عن أي ضرر. محدش قال لك إنك مسؤول. ليه بس يا بيه زيادة ساعات العمل لمدة شهر واحد؟ ما كان على طول أحسن. يعني فكرك العمال يقبلوا؟ طب الله ولا فالك يا بيه. وإيه يعني لو قبلوا؟ أنا في إيدينا، سعادة المدير يصفهم بكرة منشور تاني يطفشهم. والله أنا ما أنا عاوز أطفشهم هم. أنا عاوز أطفش الكبير. أنا عارف ده ما هجش لحد دلوقتي ليه؟ هو كل ده مش في جتته؟ ولا يعني عشان اسمه أبو الدهب؟ والله يا إخواني أنا ما أكره الراجل ده، إنما بقى كل واحد لازم يدور على مصلحته. أنا القرشين اللي هيطلعوا لي هفتح بيهم جراش وعايز سيب نفسي. كويس، بس أوعى ساعة البيه الجماعة دول يرجعوا في البيعة تاني.
الو. اهلا وسهلا. كلمني في النمرة الثانية. يرجعوا في البيعة تاني؟ سلق من سماك درويش. يا حبيبي دول ناس بيجروا لهم سنة، يعني لو 100,000 زيادة هيشتروا. على كده الأشياء اللي هيطلعوا لنا شوية بقى. خليك ما تبقاش طماع، احمد ربنا، ده كل واحد منكم هيقبض مبلغ يخليه يعيش سلطان زمان. ما تشيلوا القماش ده بقى. ايوه دلوقتي اعرف اتكلم معاكوا بقى. المسألة ماشية كويس قوي، اطمنوا. بيقول ان المسألة ماشية كويسة قوي. اسمع يا جايين بيه، بعد نص ساعة هيكون التفويض بالبيع في ايدي. كله يخلص شغله ويجي، احنا منتظرينه. حالا حالا، بس ادعوا لي ان ربنا ياخد بيدي. يلا انزلوا لهلبوه. اديني عنبر ثلاثة بالعجل. ايه؟ سايبين شغلكم وجايين ليه؟ حرام ده يا سعادة البيت. تظن؟ ذنبنا احنا ايه تحسب علينا العادل؟ نشتغل ساعتين من غير فلوس ليه؟ هو اللي ياكل عرق العامل ربنا يكسبه. احنا مش شغالين، خلاص. مين اللي قالكم تشتغلوا ساعتين من غير ما تاخدوا فلوس؟ المنصور ده اللي مطلعينه يا سعادة البيت. منصور ايه؟ فين هو المنصور ده؟ هات شاهين افندي، من فضلك تعالى لي شويه. حاضر. النهار بتلومني على نقص الانتاج وزيادة نسبة العادل. اللي عملته ده هو العلاج الوحيد، مفيش غيره. لكن ده علاج زود المرض. انا ما اطيقش اشوف الخساره دي هي تقع ساكت، ضميري ما يسمحليش. والله العظيم انا زهقت، وروحي بقى كده وخلاص. ما قلت لك بيع الفبريقه دي اللي ما حواليهاش غير الخساره ووجع الدماغ. انا مش جبت لك فيها ثمن محترم قد تكاليفها ثلاث مرات؟ انت بتقول ايه؟ بقول اديني التفويض دلوقتي قبل البيعه السوق دي ما تروح من ايدينا، ده ثمن ما حدش يحلم. يا شاهين افندي انت كذبت كتير، وانا قلت
راجل مساعد ظريف قوي، بس زحمة خالص. اه صحيح. هنقعد فين؟ اسمع من فضلك، عشان الكل يحبوا بعض. نسيت. يلا عم قبل ما حد ياخدها منك. يلا. ايوه هنا كويس، كويس قوي. يلا. اوعى تتحرك. تعالى نرسم صورة سوا بقى. صورة واحدة بس، ده أنا جايب بيت فيلم معايا. لا 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 لا، لو النبي ما تمشي كده، حط عليك. يا سلام، فاضل لي حاجة واحدة كمان وأبقى أسعد مخلوق في العالم. إيه هي يا ترى؟ أعرف إنك أنت دلوقتي سعيدة زيي. وأكتر منك. الله، إيه؟ النهاردة يوم الاثنين. وماله؟ وماله؟ أسعد يوم في حياتي، يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا إحنا الاثنين. ما فيهوش مزيكا. عايزة مزيكا؟ أي حاجة. أوركسترا. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم الاثنين. أول ما شفته فكري ده، ما عرفش إيه اللي شبكني معاه. بصيت لقيت روحي وياه، ونسيت ساعتها رايح فين. ساعة ما شفته، ما شفته يوم الاثنين، يوم يوم الاثنين. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. خايف جمالك بكرة يزيد، واجيب له قلبي يساعه منين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين، يوم يوم الاثنين. شفتوا ساق في دلاله باك، قال لي حبيبك مش وعياك. ان شفتوا ساق في دلاله باك، قال لي حبيبك مش وعياك. ان
شفته ساق في دلاله معاك معاك، وإن كنت عايزه يدوب في هواك خليه يقابلك أي قابلك، خليه يقابلك يوم الاثنين يوم ما تقابلنا احنا. يلا الله الميه حلوه والنبي سخنة ازاي؟ اما مظلة يموت منك جدا تجاوبني بالحق مؤكد. خلي بالك انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد كده. حبيت كم مره؟ مره واحده. مين هي؟ مصريه. سيبك من مصريه قبلها ولا بعدها. تعرف يا رؤوف لو كنت طلبتني للجواز بسرعه كنت خفت منك. ليه؟ ياما شبان كتير جري ورايا واظهروا لي منتهى الحب وكانوا متجننين على الجواز، والاخر انكشف لي ان كل ده كان عشان ثروه بابا بس. انا اتقدم لي شاب مره وكنت هتجوزه خلاص، لولا ستر ربنا اللي خلانا عرفنا انه باع البيت الوحيد اللي يمتلكه واشتغاله كان بدر، وكان بيسرق اوتوميل واحد صاحبه عشان يجينا بيدي. انا متاسفه اللي بقول لك الكلام ده لانك انت طبعا حاجه تانية غير دول، وده اللي خلاني حبيت. الله مالك؟ ولا حاجه. حلوة ازاي؟ رؤوف رؤوف أمر نبه على رئيس غزل 5 انه يعمل حسابه علشان يسلم 2 طن من خيط 14 على 3 للنسج في اخر الاسبوع. حاضر يا فندم. شوف عدد انوال الكاستور كام؟ 120 يا فندم. بينتجوا كام؟ 360 طن. قول لرئيس القسم يقابلني بكره الساعه 9. اسمع يا رؤوف مش قايم بقى، انت اتاخرت قوي على سعاد يا رؤوف. حالا حالا حالا. قول لرئيس التجهيز طلبات الناموسيات تكون جاهزه بكره الصبح. اهلا مصرية هاني. وانت جاهز ولا لا؟ اتعشم النهارده تكون رايق وما تعتذرش زي اول امبارح. انا جاي اخدك دلوقتي بامر بابا تتعشى معانا وبعدها نروح الاوبرا كلنا. اما انا سيء الحظ صحيح. ليه؟ عندي ميعاد مهم. ميعاد ايه؟ مش ممكن تسيبه يعني؟ حق يا ست هانم، ده يسيب كل مواعيد الدنيا الا الميعاد ده. كده بحق يا رؤوف بيه؟ والله يا فندم مش قادر. طب معلش لما اشوف بابا. دي انت لسه هتشتغل؟ دي سعاد عيد ميلادها الليله، مش صح تروح لها بدري شويه؟ على فكره انا وضبت جنينه على اتم ما ينبغي، بس لسه ناقصها شويه حاجات. قول له يخش. جبت كل حاجه يا سعاده البيت. مش وديتها عند سعاد هاني؟ سعادتك ما قلتش. طب معلش.
ايوه شغل 16 جاهز للطبع، تحب سعادتك تشوفه؟ ايوه انا جاي حالا. مصطفى خد الحاجات انت بقى مش بقى. طب وانت؟ اول ما توصل ابعت لي العربيه، انا جاي حالا. بس ما تتاخرش. لا ابدا. سكرتيرك ما كانش عايز يدخلنا. ازاي؟ اصلا ما يعرفكش. ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ فرتحنا. بشوفك تسال عليا بعد قد ايه، لقيتك ما سالتش. والله يا امين غصب عني. الشغل واخدني. والشغل بتاعي. شغل ايه؟ اظن فرحان انا قوي ان حضرتك بقيت مدير عام. والجرايد بتكتب على الانقلاب الهائل اللي حصل في ثروه حسن بيه وفابريكه حسن بيه. انا يهمني ايه من ده كله؟ أنا يهمني بنت حسن بيه. هتتجوزها إمتى؟ فهمني. اسمع يا أمين، الكلام ده ما يبقاش هنا، أنت تجيب البيت تتكلم على رواق. الليلة. بكرة الجمعة، تعالى لي في أي وقت. لا مؤاخذة يا أمين، أنا مضطر أنزل حالا. معلش يا سعادة البيه. معلش يا سعادة الباشمهندس. بيطردنا. يا سلام يا أمين، هو أنت غريب يا أخي؟ الصبح حجيلك. اهلا وسهلا، مع السلامه. سعيده. فكرك هيلعب عليا؟ ده انا طبقها على دماغه. البيه موجود؟ ايوه يا فندم. انا عايز امن. قول له مين يا فندم؟ امين بيه فوزي. مين بيفوز يا سعادة البيه؟ حاضر. سهل. انا جاي اهني سعادتك على الانقلاب الهايل اللي حصل في المصانع ده. منسوجات ابو الذهب في كل مكان. انا متشكر قوي يا بيه. اتفضل. والله الفضل كله رؤوف بيه. الشاب ده نادر. فضلا عن كونه مهندس عظيم، أنا ما كنتش متصور إنه يدرج لحد الدرجة دي. سياسته مع العمال غريبة جدا، واحترامهم له ناشئ عن حب حقيقي مش عن خوف. أنا مبسوط جدا لأن سعادتك راضي عنه. راضي؟ المهم إن يكون هو راضي ومبسوط. أنا متصور إن هلحقنا عليه بالوظيفة دي. لازم كان في مكتبه بيكسب أكتر من كده. طبعا طبعا. إنما هو ما تهموش المسألة دي قد ما تهمه مسألة تانية. مكسوف يكلم سعادتك فيها. مكسوف؟ إزاي؟ أنا ما بطلبوش أي طلب. إيه المسألة؟ أنا كصديق لرؤوف أعرف تمام إن أعز أمنية عنده إن سعادتك تنعم عليه بإيد يسرية هاي. دي المسألة اللي مكسوف يكلمني فيها؟ ملوش حق. الحقيقة إني أنا أكون مبسوط جدا، وأعتقد إن يسرية كمان تكون مبسوطة. إذا أنا أروح أبشر رؤوف. الليلة دي هتكون أسعد ليالي، وبكرة إن شاء الله يجي يقابل سعادتك في الساعة اللي تحددها. ايوه بكره الجمعة يوم مبروك الساعة 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا اكسلانس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيك يا بنتي ونصفك زي البدر. دي عاوزه الزواج والنبي وتبقى عروسه. طب صلي على النبي. امال اقعدي هنا بقى قدام التورته.
تفضلوا يا هواني. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا هواني. اتفضلوا. 19 شمعة بالمظبوط قدامك اهم. تجيش نغالط ونشيل شمعتين ثلاثة؟ يا سلام عليك يا خالد. قوم يا ستي بقى ونطفي الشمع يا حبيبتي. قوم يلا. يلا. برافو 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 برافو. يلا. غنوة بقى من اللي خالك ابو درش بيحبهم. ها؟ انا همشي معاكي بالاوركسترا كله بحق. انت هتغني لنا ايه؟ يا سلام يا بختكم يا بختكم باللي هتسمعوه. سعاد انت فاكره خالك مصطفى جاب المزيكا دي عشانك؟ امال عشان مين يا جدي؟ عشان يعمل عليها كوماندا. من فضلكم بقى. فاتوني ولا حتى سلام. شبكوني ونسيوني يا واد وفاتوني ولا حتى سلام. يا خسارة عشرة الايام. شبكوني او فاتوني شبكوني او فاتوني. شبكوني وحلبت يامي لا استنى من يوم لسنين. شبكوني وحلبت يامي لا استنى من يوم لسنين. عايز اشكي وحقول امين من غيرك يا حبيبي. مين من غيرك يا حبيبي؟ حبيبي انا محقوق لك ولو اني مش عايز فيك. ما تقولي ازاي حربيك واطول عشرة الايام. شبكوني وفاتوني شبكوني شبكوني. شبكوني وهم البدين وفتولي أشواق وحنين. شبكوني وهم البدين وفتولي أشواق وحنين. عايز أشكي وحقول مين من غيرك يا حبيبي. مين من غيرك يا حبيبي؟ في نصيبي معك وراح ارسي على ايه وياك. عايز اعرف في نصيبي معك وراح ارسي على ايه وياك. لو تعرف حالي في غواك كان قلبك يصفالي اوام. شبكوني وفتوني شبكوني 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 وفتوني. شبكوني شبكوني. ومنظم الحفلة مفيش حاجة يعني ولا متشكر قوي قوي قوي. كل سنه اجمعات يا حبيبتي. فتحيه جماعه غنانيه. مالك؟ احسن وقت الزرع. رؤوف الله هو راح فين؟ يسري يا جد. الزرع لما يشرب بعد الشمس طاهر. ايه الحفله دي؟ عيد ميلاد سعاد. انا قصدي اشوف سعاد دي. اتفضلي عرفتني. خلينا نبيع.
شاء الله في ليالي الملاح راح. تفضل يا كويس كده من رؤوف، وكمان يجيبها لحد هنا انا مش هقابلها. وين خليه يتمتع بيها لوحده. ليه يا ربي بقى انت هتنكدي على نفسك؟ ليه دلوقتي تخرج ونرجع للباص التاني؟ انا هقول لخاله مصطفى يوزعها. ايه يا ستي انا، انت قمتي ليه؟ برضه يساحت جدي هنا بشرفي. انا ما عزمتها ولا اعرف جت ازاي. انا عارف انك ما تحبيش تقابلي حد. ومش هقابلها. لا ما يصحش عينك ما دام جت لحد هنا. رؤوف اعمل مع نفسي بي. يا حبيبتي ما يصحش، دي جايه تشوفك. جايه تشوفك انت؟ انا لا اعرفها ولا احب اعرفها. الله بتستغرب ليه؟ مش دي كانت السبب في انها فرقتنا من بعض؟ احنا ما فيش حد يقدر يفرقنا من بعض ابدا. قومي بقى، قومي لحسن يا ابني، قومي يا حبيبتي. إذا كنت بتحبيني وتعزيني صحيح قومي معايا. أهلاً 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 أهلاً، أنا ما شفتكيش طول النهار. سعاد حبيبتي. رؤوف حبيبي. وحشيني قوي 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 قوي. وانت كمان. سعاد انا عندي خبرين، خبر يفرحك انت وخبر يفرحني انا. قول اللي يفرحك انت. لا اللي يفرحك انت. قول. عارفه ابراهيم بيل اللي كنت هتوظف عنده زمان؟ ماله؟ وظفت النهارده ب 15 جنيه في الشهر. مبروك، الف مبروك. مبروك مبروك. اساليني بقى. اسأليني بقى عند الخبر اللي فرحني انا. ايه هو؟ رؤوف انا عندي شيء. عارفه يا سعد ال 15 جنيه دول اشرف وابرك من ال 150 جنيه دول. كانت غلطه وانتهت والحمد لله. انا مش ملاك، انا انسان وكل انسان بيغلط، لكن العائد هو اللي صلح غلطته. Thank you.